قصص الحب الخالدة كثيرة، ولكن أن تكون بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابن خالتها أبي العاص بن الربيع، وأن يكون الشاهد عليها سيد البشر، فهذه قصة لا بد أن تروى. لم تكن زينب رضي الله عنها قد جاوزت العاشرة من عمرها حين رنت إليها عيون الهاشميين وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا، وكان الذي ظفر بها أبو العاص ابن خالتها وهو من أشراف مكة وسط غبط من شباب قريش، وكان ذلك قبل مهبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم القصة الكاملة. ذهب أبو العاص ابن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: أريد أن أتزوج زينب. فقال له النبي: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب ويقول لها: ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها وابتسمت. تزوجت زينب أبا العاص ابن الربيع، وتبدأ قصة حب قوية أنجبت منه عليا وأمامة. وعندما أشرقت الأرض بنور ربها وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أعلنت قريش الحرب عليه، مستهدفة من بين ما استهدفت عاطفة الأبوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردوا عليه بناته، قالت قريش. ذهب عتبة زوج السيدة أم كلثوم ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النبي قائلا: كفرت بدينك وفارقت ابنتك، لا تحبني ولا أحبك. ثم دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وشده من قميصه الشريف فمزقه. أما أخوه عتيبة فقد طلق السيدة رقية عندما قالت له أمه: طلق ابنة محمد ونزوجك أي امرأة من قريش شئت. في ذلك الوقت كان ابن الربيع زوج السيدة زينب في رحلة تجارة بالشام، وانتظرت السيدة زينب عودة زوجها الغائب من تجارته لتخبره بإسلامها. وعندما أبلغته رد غاضبا: لن أؤمن بأبيك ولا برسالته. ثم خرج من بيته لا يلوي على شيء، حيث خاف على صورته أمام الناس أن يقولوا إنه هجر دين آبائه لإرضاء زوجته. كان ابن الربيع مشوشا فيما يتعلق بدينه، أما دنياه فقد أعلنها صراحة أمام سادة قريش: لا والله لا أفارق صاحبتي ولا يعوضني عنها أن لي أفضل امرأة في قريش. وبعد أن هدأ قليلا عاد إلى بيته فوجد ابنه وابنته أمامه، فحملهما على كتفيه واقترب من حبيبته زينب وقال: لن ينال مما بيننا يا زينب أن تكوني على دينك وأثبت على ديني. فأجابته: قليلا يا صاحبي، لست حلا لك وأنت على ذلك الدين، فأسلمني إلى أبي أو أسلم معي. لن تكون زينب لك بعد اليوم إلا أن تؤمن بما آمنت. وهو ما حدث بالفعل، حيث خاصمها ابن الربيع، وزاد قلب النبي شجنا حين جاءته ابنته زينب وطلبت منه أن تبقى مع أولادها لعل الله يهدي زوجها للإسلام. فوافق رسول الله وقال لها: ابق مع زوجك وأولادك. دقت طبول الحرب وخرجت قريش في جيش مخيف لمواجهة رسول الله، واعتصر الألم ابن العاص وهو يودع ابنته وولده، وأكثر ما أحزنه خصومته زوجته وحبيبته زينب. أغمض عينيه وتنهد في حسرة، ثم ركب فرسه والتحق بمقدمة جيش قريش. وقفت السيدة زينب محتضنة ابنتها الصغيرة أمام باب دارها بمكة تشاهد زوجها المشرك متجها لمحاربة أبيها. احتضنت ابنتها وقالت لها: لن تطلع علينا الشمس يا ابنتي في مثل يومنا هذا إلا وإحدانا يتيمة.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها دخلت عليها عمتها عاتكة تخبرها بانتصار أبيها في بدر، فسجدت شكرا لله ثم سألت عمتها وماذا فعل زوجي. أطرقت عاتكة رأسها في حزن حتى كاد قلب زينب ينفطر. لم يقتل زوجك ولكن تم أسره. لم تكن عائلة أبي العاص ينقصها المال لتفتدي به ابنها الأسير، لكن زينب اختارت أن تفك أسر زوجها بطريقتها. جلس شقيق ابن العاص بين يدي رسول الله قائلا: بعثتني زينب بهذا فداء لزوجها. ثم أخرج صرة ووضعها بين يدي النبي، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الصرة فوجد قلادة خديجة التي أهدتها لزينب في عرسها، فخفق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتعش. رأى النبي أن ابنته بهذه القلادة تذكره بالحب الذي كان بينه وبين خديجة، حيث كانت تذكره بأن ابن العاص زوج وحبيب وابن خالة، كانت تذكره بأنه ليس من طرف زينب فقط ولكن من طرف خديجة حبيبته أيضا. فسالت دموع أصحاب الرسول من جلال الموقف وروعته، وصمت قبل أن يقول لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها مالها فافعلوا. استجاب الصحابة لطلب رسول الله، أعطاه النبي العقد ثم قال له: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال عليه السلام: يا أبا العاص، هل لك أن أساررك؟ ثم تنحى به جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي؟ فقال: نعم. ثم استدار عائدا إلى مكة وهو لا يدري كيف سيتسع قلبه الصغير لأحزان في رحابة الأفق. خرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، لم تكن تدرك أن الحب الذي كتب لزوجها حياة جديدة كان هو نفسه الثمن. عودي إلى أبيك يا زينب، وكادت العبارة أن تخنقه، فما استطاع أن يتمالك نفسه وطلب من أخيه كنان بن الربيع أن يصحبها إلى طرف البادية خارج مكة حتى ينتظر زيد بن حارثة ليصحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظلت زينب ترفض الخطاب لمدة 6 سنوات على أمل أن يعود إليها زوجها وأبو ولديها وابن خالتها. وفي ليلة طرق ابن العاص بابها قبيل أذان الفجر فسألته حين رأته بلهفة: أجئت مسلما؟ قال: بل جئت هاربا. سألته وبصيص أمل يلوح في الأفق: فهل لك أن تسلم؟ فرفض، فقالت بصوت متحسر وحزين: لا تخف، مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وحكى لها أبو العاص أنه كان يقود قافلة بتجارة قريش إلى الشام، وعند عودته التقته سرية من المسلمين فأصابوا كل من معهم وهرب هو منهم وتسلل حتى وصل إلى بيتها. لم يكن يدرك أن روحها ارتدت إليها وهي تراه يدخل عليها. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في صلاة الفجر، وقبل أن ينهي صلاته سمع صوتا يقول: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص. كان يعرف أنه صوت زينب، فقال للمصلين: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. وصمت. فقالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد، وقد أجرته يا رسول الله. فقال النبي: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممته صهرا، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفى إلي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده فهذا أحب إلي، وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. فقال الناس: بل نعطه ماله يا رسول الله. عندها قال النبي: قد أجرنا من أجرت يا زينب. ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها: يا زينب، أكرمي مثواه، فإنه ابن خالتك وإنه أبو العيال، ولكن لا يقربنك، فإنه لا يحل لك. فقالت: نعم يا رسول الله. نظرت زينب إلى أبي العاص قائلة: فيما هذا العذاب؟ أهان عليك فراقنا؟
هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ فقال: حتى يقضي الله فينا أمره. فقالت: يرحمنا الله. عاد أبو العاص ووقف يوزع أموال التجارة الرابحة على أصحابها، وبعد أن فرغ قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ فقالوا: لا، فقد وجدناك وفيا كريما. فنظر إليهم ورفع صوته قائلا: إذن فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعاد إلى المدينة ودخلها فجرا وتوجه إلى النبي وقال: يا رسول الله، أجرتني بالأمس واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أضاف برقة: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذه النبي وقال: تعال معي. ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال: يا زينب، إن ابن خالتك جاءني اليوم يستأذنني أن يراجعك، فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت. عاش أبو العاص مع زينب عاما بعد أن زوجه النبي إياها من جديد، ثم ماتت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فبكاها النبي بكاء شديدا، وبكاها أبو العاص أشد من ذلك، حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون عليه، فيقول أبو العاص: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب. فمات بعد عام من موتها. تركت هذه القصة أطيب الذكرى وضربت أبلغ المثل في وفاء الزوجة لزوجها، وما أعظم الوفاء وما أجمل الحب حين يكون طاهرا وعفيفا وخالصا من القلب، كما كان حب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص حتى وهو على غير دينها. ما أروعه من حب صادق طاهر لم يذكره العاشقون.